سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ترانسبورت توكن؟ ما هي ميزات ترانسبورت توكن؟ ما هو ترانسبورت توكن؟ ترانسبورت توكن هو رمز المعجبين الرسمي لنادي ترانسبورت لكرة القدم، وهو نادي رياضي يقام في الدوري الثاني. ترانسبورت هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكتشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزمياً من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة وتطوير البنية التحتية المالية المفتوحة. ما هي ميزات ترانسبورت توكن؟ فان هو الرمز الذي سيتم استخدامه من أجل تمكين المشجعين من التفاعل والتواصل مع نادي ترانسبورت لكرة القدم، تلقي الهدايا والحصول على الامتيازات والخصومات والمناسبات الخاصة. تم إطلاق مشروع ترانسبورت توكن فان بالدولار الأمريكي بالتعاون مع إكسن باي وبيتكسن وترانسبورت فوتبول كلوب. فان متاح للتداول على بيتكسن، أحد أكبر البورصات في تركيا. كم عدد رموز فان المتداولة؟ تم إطلاق ترانسبورت توكن في 12 من ديسمبر عام 2021 مع 31 مليون رمز فان تم إنشاؤه في جينيسيس. تم بيع 30% من الرموز المميزة في مرحلة ما قبل البيع على بيتكسن. يتم تأمين 50% من الرموز المميزة ليتم إصدارها بالتساوي سنويا كل عام. سيتم استخدام 20% من الرموز المميزة للتسويق والتطوير